لو رحنا نسأل محبين وعشاق السيارة قبل 5 سنوات أو 8 سنوات، إيش الأشياء التي تتميز فيها نيسان جي تي آر عن باقي منافسين؟ أول ميزة وهي السعر اللي كانت تعتبر من أرخص السيارات الرياضية البحتة. تاني ميزة هو المحرك الأسطوري 6 سلندر اللي موجود على نيسان جي تي آر اللي ياما علمها سيارات أشكال وألوان. من 6 سلندر والثمانية والاثناشر سلندر، عشان هيك كان الناس يسمونها السوبر كار كيلر، يعني بتقتل أي سيارة سوبر كار. الميزة الثالثة واللي بعتبرها أهم ميزة موجودة في الجي تي آر وهو التعديل المرعب اللي بتستحمله نيسان جي تي آر. عزيزي المتابع، الفرق بين نيسان جي تي آر وباقي السوبر كارز هو التعديل، إنه ما بضيع أحصان في الهواء، 2000 حصان يطلع الشارع 2000 حصان، عكس باقي السيارات من الدوج والسوبرا والفورد موستنج جي تي اللي بتضيع أحصنة وما بتستغل التعديل صح. في عام 2001 عرضت شركة نيسان سيارتها الاختبارية في معرض طوكيو للسيارات لتقدم لمحة عن سيارة جي تي آر القادمة. وبعدها بسنة 2002 توقف إنتاج سيارة سكايلاين R34 جي تي آر بعد ما استمرت 4 سنوات. كان في هذاك الوقت سيارة جي تي آر تصنع فقط للسوق المحلي، وبعد اختبار نسخة تجريبية من نيسان جي تي آر كانت شركة نيسان بتجهز خطة لغزو العالم بسيارتها الجديدة. What you hear is the roar of Nissan's passion for performance. في معرض طوكيو 2007 كشفت نيسان النقاب عن النسخة الانتاجية من سيارة نيسان جي تي آر. قررت الشركة في ذلك الوقت توقف عن استخدام اسم سكايلاين، وتم تقديم جي تي آر باعتبارها السيارة الأفضل في اسطول نيسان، سيارة خارقة يابانية بالكامل، الجودزيلا. بمجرد الكشف عنها حققت نيسان جي تي آر نجاحا غير مسبوق في وسائل الإعلام وفي المبيعات كمان. زي ما صرح المحللون، سبب هذا النجاح السريع بشكل كبير إلى استراتيجية الأسعار التي اتخذتها الشركة في البداية. هذا بالإضافة لامتلاك جي تي آر شخصيتها الخاصة التي تخلت مختلفة تماما عن أي سيارة رياضية أخرى، ليست مجرد نسخة عن السيارة الأوروبية أو السيارات الأمريكية عالية الأداء. كان جي تي آر إضافة نوعية إلى أسطول السيارات اليابانية. فمن ناحية الأسعار، لو أخذنا سوق السيارات الأمريكية على سبيل المثال، كان سعر نيسان جي تي آر 2008 يبدأ من قرابة 70,000 دولار، الطراز الأساسي ستاندر في أمريكا. أثارت السيارة إعجاب النقاد لأنها كانت تعتبر أرخص سيارة رياضية في ذلك الوقت. ببساطة كانت تقدم أداء السيارات الخارقة مقابل سعر رخيص، كانت باختصار أفضل صفقة لشراء سيارة رياضية على الإطلاق. خلينا نجي للمقارنات. لو قارناها مع سيارة بورش 911 تيربو واللي كانت تتمتع أيضا مثل الجي تي آر محرك 6 سلندر تيربو يولد نفس القدرة الحصانية تقريبا في ذلك الوقت 480 حصان، راح نلاحظ فرق كبير جدا، حيث كان يبلغ سعر سيارة بورش 911 تيربو قرابة 130,000 دولار، أي حوالي ضعف سعر سيارة نيسان جي تي آر. الأداء المميز أيضا ساهم في شعبية جي تي آر بين الشباب ومحبي سباقات السيارات والمنافسات. شاهدنا في السنوات الأولى العديد من الفيديوهات لعشاق سيارات الجي تي آر هم يستعرضون قوة سياراتهم، خاصة أن السيارات كانت قادرة على التسرع من 0 ل 100 في 3 ثواني وتمن أجزاء من الثانية. كانت سرعة القصوى تصل إلى 313 كيلومتر في الساعة. وكل هذا فقط ب70,000 دولار. أسطورة نيسان جي تي آر فتحت الباب أمام هواة تعديل السيارات على مصراعيها، اللي خلانا نشاهد العشرات من السيارات جي تي آر المعدلة وهي تتنافس فيما بينها. تنافس السيارات الرياضية الأخرى على حلبات الربع ميل والنصف ميل. الإبداع التصميمي أيضا لعب دورا في النجاح الذي حققته جي تي آر. فغالبا عند طرح سيارات رياضية جديدة يكون ما بين ردود الأفعال من يقول أنها تشبه سيارة أخرى، كورفيت مثلا أو فيراري، لكن سيارة جي تي آر كانت تحمل بصمتها الخاصة سواء من حيث التصميم والشكل الخارجي أو حتى النظام الحركي والذي كان يغلب عليه الطابع الياباني. عزيزي المشاهد، كنت ترغب في شراء سيارة خارقة ورخيصة في نفس الوقت، سيارة بسعر سيارة الصالون بأداء فيراري، نيسان جي تي آر كانت الخيار الأول، خاصة أن أسعار السيارات المستعملة كانت مغرية جدا، تتراوح بين 30,000 و40,000 دولار لموديلات 2008 و2010. ثم جاءت عملية التحديث الأولى في 2011، ومعها بدأت قصة نيسان جي تي آر تأخذ منحنى مختلف. زي ما بتلاحظ عزيزي المشاهد في الصورة،
ارتفع سعر نيسان جي تي ار عبر السنين، وهذا الشيء بعود لعدة أسباب. السبب الأول كان ارتفاع أسعار السيارات بشكل عام في أنحاء العالم، وخاصة السيارات الرياضية. زي ما أنتم عارفين تكلفة الإنتاج ارتفعت كمان. مع هذا الارتفاع أجرت شركة نيسان عدة تغييرات على جي تي ار، اشتملت تغييرات خارجية على الشكل والتصميم، وكذلك المحرك والنظام الحركي. نروح للجانب الميكانيكي. على الرغم من أن السيارة احتفظت بمحركها V6 تيربو، إلا أن القدرة الحصانية للمحرك تحسنت عبر السنين وارتفعت في موديل 2010 إلى 485 حصان و523 في موديل 2011. أما موديل 2013 فكان يولد قدرة حصانية بلغت 542 حصان، وارتفعت قوة المحرك إلى 547 حصان في عام 2017، مرة أخرى في موديل 2019 إلى 564 حصان، وأخيرا في موديل 2023 ازداد إلى 565 حصان فقط. ملاحظة صغيرة، أنا ما بتكلم عن نسخة جي تي آر نيزمو اللي وصلت 600 حصان في موديل 2023، ولكن في النهاية فإن جي تي آر فقدت أفضليتها في المنافسة من حيث السعر. ارتفعت أسعار سيارة نيسان المستعملة أيضا، فمنذ العام الثاني ارتفع السعر بمقدار 7000 دولار، هي زيادة غير مبررة في الحقيقة لما نحكي عن نفس السيارة من دون أي تغييرات تذكر. وبحلول عام 2015 تجاوز سعر السيارة 100000 دولار، وهي فئة سعرية خاصة بالسيارة الأوروبية الرياضية. حتى أشد المعجبين بالسيارة لم يكن يستطيع أن يبرر سياسة رفع أسعار هذه، بالطبع فقد تسبب هذا إلى تراجع مبيعات. في مرحلة معينة عام 2018 نلاحظ أن شركة نيسان قررت خفض سعر جي تي آر إلى ما دون 100000 دولار. إلا هذا لم يكن مفيدا في الحقيقة، فلم تعد جي تي آر تلك السيارة التي تشتريها بسعر سيارة هونداي لتقدم لك أداء سيارة خارقة. فرجعت الشركة لرفع السعر بعدما فشلت في رفع المبيعات. يمكن لو ظلت جي تي آر بسعر أقل من 80000 دولار بنفس المحرك 480 حصان لكان أفضل. نقطة ضعف أخرى لدى نيسان جي تي آر هي داخلية السيارة، فلما نحكي عن سيارة رياضية بسعر أكثر من 100000 دولار راح تتوقع الكثير من الجلد والكربون فايبر والكروم في داخلية السيارة، بدلا من الأسطح البلاستيكية اللي يمكن تتقبلها لما بدك تشتري سيارة يابانية رخيصة السعر. صحيح إنه في سيارات منافسة لها مثل كورفيت على سبيل المثال ما بتوفر هي قمة الفخامة في داخليتها، لكن شركة جنرال موتورز تحاول الحفاظ على سعر الكورفيت أقل من سعر المنافسين. كنا شفنا حفل إطلاق نيسان جي تي آر 2023 اللي كان كل تركيزه على نسخة النيزمو أكثر من النسخة العادية اللي كانت بمحرك 3800 سي سي V6 Twin Turbo يولد 565 حصان، واللي أجرت تغييرات طفيفة على الشكل منها الجناح الخلفي. مقدمة السيارة التي لازالت نيسان جي تي آر تحفظ على هويتها. سعر السيارة النسخة العادية 115000 دولار. واضح إنه نيسان ما راح تتعلم من أخطائها ناحية السعر، لكن ننسى إنه السيارة هذه تعتبر إر تاريخي لشركة نيسان اللي بتحاول الحفاظ على نسخة جي تي آر أكثر فترة ممكنة. هل يمكن لنيسان جي تي آر أن تعود لسابق مجدها؟ فالطبع ممكن. السوق مفتوح دائما لسيارة رياضية بسعر معتدل. ركز على كلمة معتدل، بمعنى أوضح نفس معدل الأسعار في 2008 لما تم تقديم السيارة للمرة الأولى. تحقيق هذه المعادلة مش مستحيل، واللي نجحت فيه جنرال موتورز على الحفاظ على شفروليه كورفيت لفترة طويلة جدا جعلتها من واحد من أقدم موديلات السيارات في التاريخ، ما زالت تنتج حتى اليوم. وهيك بنصل لنهاية الفيديو اللي كنت أشرح فيه أسباب تراجع مبيعات نيسان جي تي آر. أتمنى يعجبكم المقطع، لا تنسونا باللايك والاشتراك. كان معكم عبادة، مع السلامة.